انا فخوره جدا بيكو، فخوره ان انا معاكو. وعايزه اعرف منك الاول يا ندى، انت اصلا كنتي متوقعه ان انتوا تكونوا من اوائل الثانويه العامه؟ يعني كنت متوقعة ان انا ونادين نكون من الاوائل ونقفل، بس انا فرحت قوي لما الوزير اتصل بينا وقال لنا ان احنا جبنا 410 من 410 وان هو بلغنا بنفسه. انت عارفه تقريبا ان انتوا الوحيدين اللي جايبين 410 من 410؟ سمعت. طيب قولي لي يا نادين، انت كنت متوقعه ان انت وندى بالملي نفس المجموع بالظبط وتكونوا انتوا الاثنين من اوائل الثانويه العامه؟ هو انا كنت متوقعه ان احنا هنجيب نفس المجموع واوائل وكل حاجه، عشان احنا دايما بنجيب نفس المجموع، يعني عاده في السنين اللي فاتت حتى لو قاعدين في لجان مختلفه بنغلط نفس الغلطه في نفس السؤال. نفس الغلط نفس السؤال كده بقى. حاجه غريبه. بس برضه لما الوزير اتصل ما مش مصدقه ومش عارفه استوعب ومش عارفه ارد. قولي يا ندى، انتوا احكي لي بقى بالظبط، انت كنتي نايمه وايه اللي حصل؟ يعني احكي لي كده. واصلا انتوا من بالليل قبلها بيوم كنتوا بتقولوا لبعض ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ كنت انا بقى بنتكلم بقول لها ايه هي النتيجه بقى لما تظهر، تفتكري يعني هنبقى الأوائل وكل حاجة، بس تفتكري بقى يعني لو قالوا لنا كده هنعمل ايه؟ وبعدين نقول مش عارفين وما اعرفش ايه وبتاع. قعدنا نتكلم في كده هنعمل ايه؟ لا مش هستوعب، لا مستحيل، لا يعني انا هو. بس كنتوا يا نادين شاكين ان انتوا يعني هتبقوا اوائل وهتجيبوا زي بعض عشان طول السنين كده. قولي لي انت في الابتدائيه والاعداديه كنتوا عاملين ايه انت وندى؟ في الاعداديه احنا برضو جبنا 100% من 300 من 300. في الابتدائيه بقى مش فاكره. بس كنتوا من الاوائل برضو. يعني طول عمركم ما شاء الله نمسك الخشب. طول عمركم من الاوائل. طيب قولوا لي، انتوا الاثنين طبعا ادبي. عايزه اعرف الاول من ندى، انتوا ازاي ندى كنتوا بتذاكروا مع بعض؟ يعني ناس كتير تقول لك ايه، لو في ناس بعض الناس اللي بيذاكروا مع بعض بيعطلوا بعض، ازاي كنتوا بتقسموا وقتكم من غير ما تعطلوا بعض؟ بصي، هو احنا صغيرين هي مامي عودتنا ان احنا نذاكر مع بعض ازاي ونعمل ايه مع بعض، شفنا طريقتها ازاي وبعدين مشينا عليها. بقينا بقى في ثانويه عامه بقينا نذاكر لبعض ونسمع لبعض ونصلح لبعض ونفهم بعض، مفيش حد معطل تاني، لا احنا كنا بنكمل بعض. يا سلام، شفتي قالت لك بنكمل بعض. طب ايه يا دين، انت اكتر مواد بتحبيها؟ يعني بس عايزه اعرف الاول، انتوا بتحبوا كل المواد زي بعض ولا في حاجه انت لا المواد مختلفه؟ ازاي بقى؟ يعني مثلا انا بحب الانجليش والفرنسيه ومع اني ادبي بس بحب الناس. هي لا. طيب ندى بتحبي ايه ندى اكتر؟ بحب العربي والفرنسي والمواد الفلسفيه زي علم النفس والاجتماع والفلسفه والمنطق. الله عليكي، بس انتوا كده يعني متشابهين في الفرنسيه. يعني دي اللغه الوحيده اللي انتوا متفقين فيها. طيب كنتوا بتذاكروا كام ساعه في اليوم تقريبا يا ندى؟ 8 بس يعني ايه مش متواصلين. بعد كل ماده مثلا بتاخد ساعتين، في بريك من 10 دقائق لربع ساعه.